تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. إذن صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نرحب بطاقم البرنامج معنا في التنسيق ميرا الخفلي، صبحت الله بالخير، وهذه أجمل تحية لمخرجنا المبدع دائما ناصر السليمي، وتحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وصبحت الله بالخير دكتورة نهدى الملة، شو أخبارك؟ الحمد لله. كيف أصبحتي؟ تمام الحمد لله. صباحكم ورد وصباحكم جمال وصباحكم أربعاء جميل. هي باكر الخميس الونيس، أيوة ناصر لازم أذكر بالخميس، من اليوم الأحد أذكركم بالخميس إلى يوم الأربعاء، فإن شاء الله باكر الخميس آخر يوم في الأسبوع، بعدين هي عطلة نهاية الأسبوع الجميلة. أذكركم برقم التواصل معنا في البرنامج على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب على طاري اللايف على الإنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي، معنا عبر الهاتف الزميل العزيزة أسماء الجناحي. أسماء صبحت الله بالخير، زمان عنك والله. هي والله يا أسماء، صباحك ورد يا أسماء. أهلين دكتورة، أهلين محمود. هلا يا أسماء، تفضل الله بخير عليكم وعلى كل المستمعين. عليك حبيبتي. بشكل عام نعطيكم الأشياء اللي موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي. حاليا نحن مركزين على فعاليتين مهمتين اللي كانت فيكم نفسخة وتوقع تكلمتوا عنها في الإذاعة وايد، وحاليا عندنا الكارير فير، ونتمنى في معرض إمارات الوظائف مو بس إنه يجون حتى التوظيف، نقدر أيضا نعطيهم استشارات حول إنه كيف يجتازون المقابلة، كيف يكون عندهم السيرة الذاتية الصحيحة، عن التعاون مع شركة لينكدين كيف يقدرون يسوون، يكون عندهم الملف الشخصي المهني في القناة كيف يخلون الطريقة جاذبة للجهات والمؤسسات إنهم يستقطبونهم. صحيح. فهذا موجود، احنا موجودين اليوم مباشر باكر اخر يوم في معرض امارات الوظائف قاعه رقم 1، جابلين الباب. الشيء الثاني قبل ما ناخذ يعني رسائل الصباحيه، قاعدين نحط نحن بعض المقاطع من الفيديوهات الموجوده على تلفزيون هيئه الصحه صحه وسعاده اللي هو الابلكيشن دي اتش اي ميديا. فراح يحصلون بعض المقاطع وهي كلها موجوده على الفي او دي، فاي شيء تم عرضه لايف ويمكن ما لحقوا عليه يدخلون في الفي او دي او الفيديو اون ديماند، وراح يحصلون كل الفيديوهات على بالفئات، مثلا سواء اقسام منتج دبي، سواء كان اخبار، فراح يحصلون حتى المقابلات اليوميه اللي نحن نحطها في اللايف. والله كنت بسالك اسمه شو يعني في او دي، عبالي تقنيه جديده، والله زين قلتي فيديو اون ديماند. فيديو تحت الطلب. ايه فيديو حسب الطلب. حسب الطلب. حسب الطلب. الرسالة هي تقول: الرضا الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس أمران مهمان إن أردنا حياة أكثر صحة ومتعة. يا سلام، صحيح يا أسماء، شكرا لك يا أسماء، نهارك سعيد. إذن وسائل التواصل الاجتماعي عندنا كلها تقريبا تحت DHA ميديا دبي. DHA دبي أندرسكور دبي، DHA أندرسكور دبي حسابات هيئة الصحة، اللي هي تويتر، إنستغرام، فيسبوك، لا سناب شات، الفيسبوك دبي هيلث أثوريتي، وحتى كذلك ال كان كنا حق اسمه تقول عشان يطلع مرتب.
لا هو طلع مرتب بس انت ما رتبتي. هي اوكي زين. نقرا دراستنا مالت اليوم عن الدراسه احبها هذه. زين. كان خبراء التغذيه سابقا يعتبرون البيض السبب الرئيسي في ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ولكن الدراسات الاخيره تشير الى ان تناول 3 بيضات يوميا يحسن الصحه خلال فترة قصيرة، والبيض هو أحد أهم مصادر المصادر المهمة لفيتامين دال. والجسم الإنسان يمتص الكالسيوم بصعوبة من دون هذا الفيتامين. صح دكتورة؟ صحيح. لذلك إذا كنتم لا ترغبون بمراجعة طبيب الأسنان عليكم بتناول البيض، كما أن وجبة الإفطار محتوية على البيض تعطي الإنسان طاقة تكفي لمدة لا تقل عن 12 ساعة، لأن المواد الغذائية الموجودة في البيض والأحماض الأمينية تساعد وظائف الجسم المهمة، لذلك يبقى البيض ضروريا لكل شخص يمارس نمط حياة نشيط. نعم. يعاني الكثير مع حلول الربيع من نقص الفيتامينات. صحيح يمكن أن نشتري فيتامينات من الصيدلية، ولكن يمكن تعويض هذا النقص بتناول البيض الذي يحتوي على مجموعة فيتامينات ومعادن وعناصر لازمة مثل اليود، الزنك، البوتاسيوم، المنغنيز، الحديد والفسفور. ويحتوي البيض أيضا على مركبين مهمين هما الليسيتين والكولين. تعرفينهم هذه المركبات؟ مركبات مهمة. هذيلة مركبان يسرعان من عملية طرد الدهون والكوليسترول من الجسم، إضافة إلى أن البيض كذلك شو دكتورة؟ صفار البيض غني باللوتين و منخفض السعرات الحرارية، وأيضا يمنعان اعتام عدسة العين. جميل. إضافة لهذا فإن فيتامين A ضروري جدا للعيون، لأنه من دون يزداد احتمال الإصابة بالعمى الليلي مبكرا. يحتوي البيض على 6 جرام من البروتين، أي أن تناول 3 بيضات يمكن أن يعوض عن قطعة لحم. البروتين كما هو معلوم مهم جدا لنشاط الجسم، فقدان الوزن، التحكم بضغط الدم وصحة العظام ترتبط أيضا بالبروتين. صحيح. فكذلك أيضا حمض الفوليك الموجود في البيض ينظم الدورة الدموية ويقوي القلب والأوعية الدموية، لذلك ينصح الأطباء بتناول البيض. نعم. كلتي بيض اليوم؟ أنا كل يوم لازم أكل بيض. البيض بيطلع للتريش؟ لا محمود، البيض أكثر وجبة غنية وتحصلون كل الفوائد من البيضة الوحدة أو البيضتين. وأنا حتى دائما أنصح الأمهات للأطفال، وايد كثير من الأمهات تمنع عيالها من يأكلون البيض، تقول خاف يتحسس. البيض غني بالعناصر الغذائية. ممكن عندها حساسية من البيض دكتورة؟ ممكن الياهال محمود، فيها الأمهات وايد يوسوسون من هالنقطة. إحنا دائما نقول ابتدي عطيه، دائما لما نبتدي نعطي الطفل البيض تقدمون له أول شيء بياض البيض أولاً. زين. بعدين تبدأ تدخلون الصفار، وبعدين عطيه بكميات قليلة، ابتدي عطين كمية صغيرة يعني نص بيضة ربع بيضة، وبعدين ابتدي تدرجي تدريجياً في البيض. ولكن لا تحرمون الطفل من البيض، لأن يحصل كثير. شوفوا في فيتامينات ألف ودال وبي، في مغنيسيوم، في زنك، في كثير من العناصر الغذائية نحن نحتاجها من البيضة الوحدة. حاولوا أن الطفل يأخذ كل يوم، إحنا الأمهات ننصحهم على الأقل الطفل يأخذ بيضة إلى بيضتين يوميا، نوعي له في الأشكال. البيضة ما يملل، يوم عطيه مفور، يوم عطيه بوتشت هذا اللي يكون تكسرينه في الماء ويستوي بنديكت على قولتهم، عطيه مقضي. ما إحنا ما نشجع المقضي وايد لأنه يغير في خصائص البيض، بس الأطفال نوعي لهم عشان ما يتملل الطفل. بس إحنا ككبار نفضل ما نأخذ بيض مقضي، لأن الكوليسترول البيض ما يرفع الكوليسترول طالما هو مش مقضي. من نقلي يرفع الكوليسترول بنسبة بسيطة جدا. طيب على طار البيض، في حالة لفتى اندونيسي يعني 14 سنة عمره، الأطباء هم من جاوة شافوا أن هذا الولد دكتورة يبيض. زين. أنت وين حصلت الدراسة اللي تقول يبيض؟ لا لا، هذه لا خبر أصلا انتشر على وكالات الأنباء، يقول لك يعني وضع 20 بيضة في غضون 2 وآخر 2 منهم وضعها في المستشفى قدام عيون الأطباء وسط دهشتهم. الديلي ميل، صحيفة الديلي ميل قالت أن يعني تم نقله إلى المستشفى مرات عدة بسبب حالته الغريبة التي بدأت منذ 2، ويؤكد الأطباء أنه يستحيل تكوين البيض في جسم الإنسان، ويشكون في أن الصبي قد ابتلعها دون أن يمضغها، حيث أظهرت عملية تحليلها أنها بيض دجاج.
زين الحين اجراء احتياطي قرروا وضعه في الحجر الصحي، لكن والد الفتى وهو يعني إمام مسجد مثل ما يقول الخبر يؤكد أنه لم يبتلع أي بيضة، كما أن الوالد لا يؤمن بوجود سحر في الموضوع. لا بيض ما يستوي يعني، هي مو قضية أنه بيض، قضية أنه هل البيض ماله ممكن نحن نأكله؟ لا طبعا لا. بيض دياي يقولون الدكاترة. عموما بطلع فاصل عشان يعني نواصل بعدها الفقرات الجميلة في البرنامج عشان ما حد يبيض عقب الفاصل. عموما هطلع فاصل وما نرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. حد يسأل هني باض ولا بعده؟ ما بعلق. دكتورة هني أبغي أسأل كيف ممكن أني أنا لو أعاني من الكوليسترول أني آكل البيض؟ في طريقة معينة أنه ممكن أخفف من تاكله؟ مو مقلاي محمود عادي، إذا مو مقلاي ما في مشكلة. مفور يعني؟ مفور بوتشت هذا البندكت. شو يعني مفور؟ مغلي. مغلي؟ ها؟ هي مغلي أجل أنه مغلي. شكرا. نعم. تاكلونه مغلي بس ممكن مثلا تخبزونه في الفرن، في ناس تحطه في طاسة شي وتخبزه في الفرن وتضيفون عليه شوية حليب بعد يطلع شي لذيذ، بس ما يكون مغلي. المغلي هو اللي يغير. كيف يخبزونه في الفرن؟ تحطه في هذا الأكواب الصغيرة زي يسمونها راميكان، وتكسر فيه البيضة وتحط عليه ملح وفلفل أسود وتدخله في الفرن وتطبخ لك البيضة تطلع وايد حلوة. يعني أنا يعيبني كل ما أفتح موضوع أكل ما شاء الله تتحمسين. لا أعرف أجاوب يعني. هي تأخذين هاي مواهب. سبحان الله، الله يزيدك إن شاء الله من علمه يا دكتورة. صباحكم الله بالخير دكتورة، يمكن أتواصل معك تحت الهواء. يا جماعة الخير اللي يبغي يتواصل مع الدكتورة على الهواء على 4006 زي طرشول المسج وتحت الهواء تأخذ الأرقام إن شاء الله وبتواصل معاكم. الحمد لله كلهم يبغوا يتواصلوا معاك ما حد وياي. صباح الخير ندى ومحمود، شكرا لكم. صباح النور. نحن ما ننتقل لموضوع ثاني، ما نتكلم عن يعني حملة اسمها CPR. نعم. شو هذه CPR؟ شو سالفتها؟ مناخذ كل التفاصيل من الأخت آمنة محمد ضابط إداري أول رئيسي في قسم التعليم الطبي في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير آمنة. صباح الخير محمود. صباح الخير دكتورة. شخباركم؟ هلا حبيبتي آمنة، شخبارك؟ الله يسلمك. الحمد لله. كم تسوين؟ الحمد لله. شو CPR هذا؟ CPR معناته المعاش القلبي الرئوي. أوكي. هل نشوفه في الأفلام تعرفون يوم شخص يطيح يغمى عليه ويسوون له على صدره، يعني يضربون على صدره، هذا هو CPR. هذا نسمي CPR. يضغطون على ظهره على صدره. الضرب هذا يموت زياده. هو كان ضرب من قوة البريشر. ضربة قوية، ضغط قوي. نعم. خبرينا الحملة هذه نسوينها في حياة الصحة. نسوين حملة توعية للإسعاف القلبي الرئوي CPR awareness. نعم. سوينا في شهر 3 من بداية شهر لنهايته. كل سنة تقريبا صارنا فيه 7 سنين نسوي هالحملة. شو الهدف من هالحملة؟ الهدف إن نبغي نوعي المجتمع عن كيفية تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي. نبغى ندربهم في الحملة، ندرب العاملة يعني أي حد ممكن من الصغير للكبير. جميل. ندربهم نعلمهم كيف يطبقون الإنعاش. طيب الحين أنا أبغي أسألك بالنسبة للتدريب أول شيء كم فترته؟ والله شوف إذا التدريب هذا بس بياخد يمكن 5 دقائق بالكثير. أوكي. 5 دقائق نعلمهم. في عندنا مجسمات. نعم. نعلم الشخص اللي مشترك. بس 5 دقائق بالكثير خلاص يعني. وبيتعرف على طريقة الإنعاش. الطريقة أيوة. الرئوي. إنزين كيف الواحد ممكن أن يتواصل معاكم؟ أول مفروض يصير وين الموقع؟ نحن الحملة مسوين كل مستشفيات الهيئة، مستشفى راشد دبي الطيفة وحتى مستشفى حتى بعد في المراكز الصحية ودخلت عيادة المطار. إنزين فطول الشهر شهر 3 وإذا يبون يتواصلون معنا يتواصلون على رقم الهيئة. والموضوع مفتوح للكل ها؟ للكل من الصغير للكل.
من الموظف، الطالب، أي حد ممكن يشارك، حتى المرضى وأهاليهم. جميل، ممتاز. طيب عطينا الحين هذه الخمس دقائق الآلية، آلية الإنعاش من غير ضرب. يعني شو تخبرون الناس في الحملة؟ إنزين، فالحين الحملة شو هي؟ عبارة عن هناك في المستشفى أو في المركز الصحي، إنزين، حاطين لك مجسمات والمرضين والمرضات والدكاترة واقفين هناك ويعلمون، أوكي، أي حد يبغى يشترك عند الممرض أو الدكتور خلال خمس دقائق يعلمه، بيشرح للدكتور أو الممرض شو وظيفة الإنعاش القلبي الرئوي وليش نطبقه. نحن نطبقه على اللي فيهم سكتة قلبية. نعم. إنزين، فنعلمه كيف يضغطون على الصدر بالضبط من المكان اللي يضغطون عليه وكيفية الضغط، وبعد وينفخون في الحل النفس. نعم. إنزين، فنعلمهم 30 ضغطة، ضغطة قوية على الصدر. نعم. ونفسين. جميل. ويتموا يسوونها يطبقونها الانعاش لين ما يطلهم الانعاش. ممتاز. طبعا هذه تفضل اختي امنه. لا، وعندنا طريقتين. نعم. طريقه ان مع النفس نفسين او ضغط بروحه. نعم. مستمر فضل. نعم. نضغط على الصدر. ليش الفرق بين اثنين؟ مثلا اذا لا قدر الله حد من اهالينا ومعارفنا وقاربنا يسمى سكتة قلبية، عشان نعرف هالشخص، نعرف ان الشخص مريض ما في مرض ممكن يعدي مرض مخيفة، نطبق الانعاش مع الضغط والنفس. نعم. بس اذا كنت مثلا طالعين برا في الحديقة او في المول انزين، وشفتوا شخص غريب اغمى عليه طاح، طبعا انت ما تعرفوا هل هالشخص في مرض معدي ولا لا، فشو نقول احنا ننصح ان نطبق الانعاش القلبي الرئوي بس عن طريق الضغط. صحيح. أوكي. بدون النفس، من غير النفس. لا المرض يعدينا. بالضبط، هذه نقطة جدا مهمة فعلا. نقطة وايد مهمة النفس هذا، بس إذا كان في حالة أن الشخص تعرفون هالشخص متأكدين أن الشخص ما في مرض معدي. صحيح. صحيح. وهذا محمود احنا نركز دائما عليه، ان سلامه المسعف مو بس سلامه الشخص اللي جاله السكته. أيوة، المسعف نفسه. يعني ما تضحي بحياتك وينتقل لك مرض من شخص انت ما تعرفه في سبيل انقاذ حياته. فالشخص اللي ما تعرفه ما تسوي له انعاش رئوي عن طريق الفم فقط، عن طريق الضغط على الصدر. اهل بيتك لان انت تكون عارفينهم، سوي لهم انعاش رئوي عن طريق الضغط وعن طريق الفم، عشان طبعا سلامه المسعف جدا مهمه تكون عندنا بعد. طيب اختيامنا، اذا بتكلم كم تقريبا الاشخاص اللي دربتوهم؟ لان الحين على هذا نحن الحين العام في 2017 دربنا تقريبا 2700 شهر شهر واحد بس، ما شاء الله. يوم ان 2700 شخص في شهر واحد الحين، في شهر واحد العام 2017. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. يعني تعرف مثل ما قلت، يعني هالحملة متشف كل حاطين سوينا في كل المراكز الصحية في المستشفيات، وحملة مهمة جدا. الحملة مهمة. أيوة. والله يوفقكم في هذه الحملة، وإن شاء الله يعني توصلون لأكبر عدد من المشاركين في هذه الحملة، لأن إن شاء الله هالسنة بعد نوصل 3000 وفوق. يلا لا، بتوصلوا 10,000 ان شاء الله. شدوا حيلكم، بتوصلوا. لان حملة مهمة فعلا، لازم الناس كلها تتعلم. لا توقفونا، خليكم ماشيين فيها على مدار السنة، يعني على ايه والله على الاقل يعني بدال شهر واحد نسوي كل شهر. ايه تقريبا ان شاء الله. يعني تغطون كل فئات المجتمع، لان انقاذ الحياة تم الناس اللي يعرفون يعني السي بي ار. يعني على الاقل يومين كل شهر. ممكن. يعني ممكن تسوون بهذا الشكل. ان شاء الله. الله يوفقكم. مشكورة يا آمنة. آمنة محمد ضابط. شكرا لك حبيبتي آمنة محمد ضابط الإداري أول رئيسي في قسم التعليم الطبي. دكتورة السي بي ار من وسائل الإسعافات المهمة جدا، للواحد لازم يعرفها. عندك سي بي ار محمود؟ عندي سي بي ار. اي، كل موظفين الهيئة لازم كلهم طاقم طبي أو غير طبي لازم يكون عندنا انعاش الرئوي. زين، فالفكرة وين دكتورة؟ الفكرة ان العملية مهمة، قد تنقذ فيها حياة الإنسان. الطريقة السليمة لها دكتورة؟ الطريقة السليمة لها، أول شيء طبعا لما لا سمح الله أنت واقف أو أنت ماشي ولقيت حد فجأة طاح، أن أنت تشيك أول شيء على نفحص النبض والتنفس، ويعلمونكم الطريقة، تحطون صبعين على جنب
القصبة الهوائية وتشوفون هل في نبض أو لا. لازم تتأكدون ما في نبض قبل ما أبتدي في الإنعاش الرئوي. ليش؟ لأن لما أسوي أنا الإنعاش الرئوي فأنا أسوي ضغط على القلب والضغط يكون كبير، يعني أحط ثقل جسمي كله على صدر الشخص عشان أضغط على عضلة القلب وتضخ الدم. شو الفكرة؟ ليش السي بي آر إحنا نسوي هالحركة؟ كل ضغطة لي على صدر المريض أنا أضغط فيها على عضلة القلب عشان تضخ الدم للأعضاء الحيوية، للعقل والدماغ وباجي أنحاء الجسم، بحيث أن الشخص لما يتم إسعافه بعدين ما يكون عنده ضرر في الدماغ بسبب عدم وصول الدم للدماغ. فهذه الفكرة. فنتأكد أول شيء إنه ما في فعلا نبض، بعدين أشرع في عملية ضغط القلب. ونقطة وايد مهمة، على طول اتصل بالاسعاف وابدا اشرع في عملية الانعاش الرئوي، ما اضيع الوقت بالانعاش الرئوي ما اتصل في الاسعاف او اني اصرخ على حد، انادي على حد اتصل في الاسعاف الا ان انا اكمل على الانعاش الرئوي. طبعا حسب الدراسات وحسب الجمعية الامريكية لطب القلب ان كثير من حالات الناس اللي تجيهم سكتات قلبية ما ينجحون بالوصول للمستشفى. ليش؟ يا تستوي سكتة القلبية هم روحهم في البيت ما في حد معاهم فما حد ينعشهم، أو اللي يكون حوالينهم غير مدربين على الإنعاش القلب الرئوي. فتخيلون أهمية إن كل حد في العائلة يكون عنده، حتى علمه الصغار، يعني الطفل عمره 12 سنة علمه يسوي السي بي آر، حتى لو ما يسوي 100% صحيح ولكن على الأقل 60% يستطيع القيام به بالعملية عشان ينقذ حياة الناس إن شاء الله تعالى. يعني معلومات مفيدة جدا، شكرا لك دكتورة. هني أبو برع يقول معانا على الخط ويقول شو عن البيض، هي طريقة تحضير البيض، أطلبها مطبوخ أو مفور في الماء أطلبها يعني أهم شيء. إنزين عشان ما يكون في كوليسترول. هي بس أنت تطلبها ما تسويها. ما تسويها. طيب صباح الخير، لو سمحت عندي رجاء أرجوكم، جسمي مشوه بالكيلويد. كيلويد. من سنوات كنت أتعالج بالإبر في منطقة خف منها، ولكن القسم الأكبر بعدها أنا تعبانة من هالشيء وخاصة الحكة. أرجوكم انصحوني إذا تعرفون دكتور ممكن يعالجني لنفسيتي خلاص مدمرة. أنا أنصحك أول شيء تزورين مركز الصفا اسمه الجلدية. مركز بس الصفا. احتمال إذا عندها كبير احتمال تحتاج جراح، ولكن شوفي أول شيء طبيب جلدية شو ينصحك فيه، لاحتمال إذا كبير مناطق كبيرة احتمال تحتاجين تدخل جراحي. إن شاء الله ما تحتاجين. إن شاء الله. بس زور الجلدية أول شيء. وايد مهم إنك أنت تشوفي حتى أكثر من طبيب في هذا المجال. خاصة هاي الأمراض دكتورة، يعني الواحد يروح لها يعني عند أي شخص ممكن يفتي له ويمكن يسوي له، ولكن الواحد لازم يصير عند طبيب ممتاز. وهناك ممكن يعني الدكتور أنور الحمادي بعد ما بيقصر. بس أنا نقولهم شو يعني الكيلويد؟ الكيلويد والتليفات اللي تستوي في الجروح. شو رايك نقولهم بعد الفاصل؟ بعد الفاصل أحسن، عشان ناخذ راحتنا في عملية شرح هذا. ثنائي مميز وبرنامج هادف، موفقين. شكرا لك يا أبو سالم. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على إنستغرام. قبل الفاصل توقفنا عند الكيلويد. الكيلويد شو الكيلويد؟ هو عبارة عن تليف للجروح يستوي عند بعض الناس خصوصا في حالات الحروق. إن الحرق لما يستوي حرق الجلد يحترق، ما يقعد ما يلتئم كجلد عادي، لا يستوي مثل نسيج ليفي على الجلد. هو طبعا حسب مساحته، في بعض الناس يكون عنده مساحات كبيرة من جسمه مغطاين بالكيلويد، فيكون معه حكة، يكون في ألم، يحتاجون إبر، أحيانا الكورتيزون يفيدهم أحيانا ما يفيدهم. فهذا هو الكيلويد عشان نفهم سؤال السائلة. طيب السلام عليكم، بغيت أعرف مكان معرض التوظيف لهيئة الصحة بدبي. من تدخل إن شاء الله من البوابة الرئيسية القاعة بتحصلون مركز دبي التجاري عند الدوائر الحكومية، موجودين هناك أظن البلدية وال قاعة رقم واحد. هي قاعة رقم واحد إن شاء الله. عموما بعدنا متواصلين معاكم مستمعينا إن شاء الله يعني خلال الفترة القادمة. سمعت عن شيء يسمونه تيدكس؟ أجل ما هذا؟ إنه برنامج مو حواري عالمي. وأنت أول بديت فصحى كملي. برنامج حواري وعالميون.
يطرح المتحدثين فيه يطرحون مواضيع ما تكون متكررة، تكون مثلا لا تأثير على العالم، على تغيير العالم، على تحسين الخدمات، على تحسين نظرة العالم بعض الأمور. فهو برنامج جميل، أنا أتابعه وايد على اليوتيوب. طيب لا تأخذوا هذا المصطلح وايد بشكل يعني حرفي من الدكتورة ندما، تكلم عن تيدكس DHA مع الأخت ندى عبندة، استشاري تحول مؤسسي بمكتب التحول التنظيمي. أول شيء صباحك الله بالخير ندى. يا صباح الفل ياسمين، كيف الحال؟ يا صباح الورد يا سمية يا ندى، شخبارك؟ الحين نبغي التعريف الجميل الأصلي من ندى الأصلية. لا دكتورة ندى هي الأصلية، والتعريف تبعها كمان كان في محله. تيدكس هي فعاليات عالمية بتم تنظيمها في أنحاء العالم كلياته. الهدف الأساسي مثل ما تفضلت الدكتورة هو توفير منصة بتقدم أفكار جديدة، وجهات نظر رائدة ومختلفة عن المحاور اللي عادة الواحد بيسمعها طول الوقت. شفتي الفرق بين التعريف هنا مال هذا وهنية منصة رائدة تقدم طبعا تعريفة. يعني أنا قالت لي تشرحي حالة طبية بشرح لها بمصطلح طبي، ولكن هي دكتورة هي, هي هي يعني هي متخصصة في هالأمور. ندى ندى الثانية يعني مو أنا. تفضل يا استاذ. مثل ما كنا عمالنا نحكي قبل شوي، الفكرة الأساسية من وراء عقد فعاليات مثل هذا النوع هو الاطلاع على أفكار جديدة بتحفز وبتدعو للتفكير بصورة مختلفة. تيدكس نفسهم دائما بضلهم بيحكوا انه هي أفكار تستاهل النشر، أو ideas worth spreading. أشياء بواحد يمكن كل يوم أنا بتطلع على هذا الموضوع أو بفكر في هذا الموضوع في المنظور المعتاد عليه، لكن التوكس والسبيكس اللي أو المتحدثين بيجيبوا نفس هاي المواضيع من منظور مختلف تماما. بتخلي الواحد يعيد تفكيره الأمور دائما بتطلع فيها وبتعامل معها. هالمرة إن شاء الله نحن رح يكون في عنا ثلاث محاور أساسية خلال هاي الفعالية. اللي هي شو بالضبط الفعالية مالتنا اللي هي تيدكس؟ الفعالية هي تيدكس DHA. وبقدروا الناس كمان انهم يطلعوا على معلومات اكتر عن هذا الموضوع اذا بيروحوا على وسائل التواصل الاجتماعي، انستغرام، يوتيوب، تويتر، فيسبوك، يكتبوا تيدكس TEDXDHA بقدر انهم ياخذوا معلومات اضافية. نحن السنة الثيم الاساسي هو التحول، الترانسفورميشن، ورح نحكي عن ثلاث محاور اساسية في التحول. نبدأ الفترة الصباحية في التحول الشخصي، في متحدثين رح يشاركونا خبراتهم وقصصهم الشخصية في التحول اللي طرأ عليهم في حياتهم. في عنا الدكتورة عايشة المعمري، في عنا الأستاذ رامي سلامة، في عنا الأخ جوردن أكساني من كندا، رح يحكوا بشكل عام عن خبرات وتجارب خاضوها وكيف أثرت عليهم، كيف ممكن أن نستفيد من هاي التجارب تساعدنا في التغيير على المستوى الشخصي. المحور الثاني بعد الظهر رح يكون عن التغير أو التحول المؤسسي والتحول المجتمعي، ورح يكون في عنا متحدثين برضو بيحكوا لنا عن كيف ممكن الواحد يعمل تغييرات كتير كتير بسيطة في مناحي كتير صغيرة، لكن تعمل أثر جدا كبير في مجتمعاتهم، في عيالهم، أو حتى في المؤسسات والهيئات اللي هم بيشتغلوا فيها. رح يكون في معانا من ضمن المتحدثين المهندس سعيد العبار، الأستاذة رندا الطاهر، رح يشاركونا برضو في خبراتهم وفي experiences أو تجارب هم عملوها وكان أثر كتير كبير. في نهاية النهار رح نختم في محور التغيير العالمي أو التحول العالمي، رح نحكي عن كيف ممكن الواحد يأثر مش بس على الصعيد الشخصي أو اللي حواليه مباشرة، لكن كيف العالم كلياته عماله بيتغير من حولنا، وكيف ممكن كمان الصحة والتكنولوجيا تأثر على الويلبينج أو صحة وسعادة المجتمعات والعالم بشكل عام. رح يكون موجود معنا الدكتور سند بشناق، الدكتور بسام محمود ومحبوب، والسيد كريس شرويدر اللي هو أحد أعلام الصحة
والمؤسس تبع healthcentral.com. التوكس عادة بتكون قصيرة حوالي 10 دقائق لكل متحدث، وبدعوكم انكم تفوتوا على السوشيال ميديا، على الانستغرام والفيسبوك واليوتيوب تيدكس دي اتش اي، عشان تشاركونا وتسمعوا معنا هاي المواضيع الرائعة اللي رح يتم تنظيمها. والإشي اللي كتير كتير مهم انه بيتم تنظيم فعالية من هذا النوع لأول مرة على مستوى حكومية في المنطقة، فنحن بصراحة كتير كتير متحمسين نشوف كيف ممكن إنه نلهم الأشخاص اللي سواء كانوا موظفين الهيئة أو المجتمع بشكل عام على تحول وتحسين الصحة والسعادة للمجتمع في دبي. طيب مسألة وايد مهمة هذه، يعني تيدكس دي اتش اي عبارة عن أول هيئة حكومية تقوم بتنظيم فعالية تيدكس اللي هي هيئة الصحة بدبي. صحيح. في العالم. على مستوى المنطقة يعني بصراحة في العالم أظن ناسا سبقتنا للموضوع. أوكي. لكن إحنا يعني داركتلي بعديهم على طول. جميل. ممتاز. بعد ناسا بعد هذا إنجاز كذلك. صحيح صحيح. شو أهمية وجود مثل هل الفعالية الكبيرة تيدكس في دبي وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي؟ الأهمية إنه نحن عم نخرج من الإطار المعتاد والطريقة المعتادة للفعاليات أو حتى للسبيكس أو المتحدثين اللي بيحكوا في المؤتمرات. هي مش عبارة عن نظريات، مش عبارة عن أشياء نحن معتادين عليها، هي فعلا أفكار تغييرية جذرية ممكن إنها تساعد، والحلو فيها إنه أشخاص طبقوها عملوها تجارب شخصية مع صغرها ومع قلتها ممكن انها تحدث اثر كثير كثير كبير. نحن عمالنا بنطلع من الافكار النمطيه، عمالنا بنطلع من الفعاليات النمطيه، عمالنا بندعو الكل انهم يفكروا مش بس خارج الصندوق، يفكروا هل الصندوق اصلا نفسه لازم يكون هيك شكله ولا يبطل صندوق، يمكن لازم يصير كره، لازم يصير شيء ثاني. فنحن عمالنا بنغير بطريقه التفكير، وان شاء الله مع تغيير التفكير بنغير في البيهيفيرز، بنغير في المسلكيات، وبالتالي بنغير في النتائج والاشياء اللي بتطلع معنا. طيب جميل. متى بتكون الفعالية وين؟ إن شاء الله الفعالية رح تكون في يوم 20 مارس، ونحن رح نعملها في مكان كمان شوي مختلف عن الأفكار أو الفنيوز النمطية. رح يتم تنظيم الفعالية في متحف الاتحاد، في مسرح الموضوع في متحف الاتحاد. جميل. متحف الاتحاد اللي هو في شارع الجميرة عند يعني هذا موقع جميل جدا. هنا يعني تم تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمكان الاجتماع ما بين جميع يعني حكام الإمارات تحت راية واحدة اللي هي راية دولة الإمارات العربية المتحدة. الدعوة عامة أختي ندى للعرض أو التدشو؟ مع الأسف الدعوة محددة فقط لموظفي هيئة الصحة، لكن الدعوة عامة لكل الأشخاص اللي حابين يستمعوا لكل هاي لكل هذول المتحدثين، بيقدروا أنهم يتابعوها مباشرة على الهواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تيدكس دي اتش اي، وبقدروا كمان أنهم يدخلوا على الانستغرام واليوتيوب تبع الهيئة الصحة. صحيح. وبكون في دلائل كمان هناك عليها، وحتى على قناة هيئة الصحة بدبي اللي هي دي اتش اي ميديا ممكن بعد يطلعون على هذه التفاصيل كلها، يعني بيتم نقلها إن شاء الله بعد كذلك مباشرة عبر قناة هيئة الصحة بدبي. اللي هي اللي يبغي يعرف القناة ينزل تطبيق دي اتش اي ميديا اللي كانت تتكلم عنه أسماء بداية البرنامج. طيب ندى في شيء تبغين تضيفينه كذلك، محور نحن نسينا نتكلم عنه أو شيء؟ ما شاء الله عليكم غطيت كل الأشياء اللي كنا حابين إنه نحكي فيها، وبس يعني أنا بدي أوجه الشكر الجزيل لكل الأشخاص اللي قائمين على تنظيم هاي الفعالية، والإدارة العليا اللي بتعطينا الدعم عشان نقدر إنه ننظم أفكار إبداعية مثل هذا النوع. طيب شكرا لكم، وإن شاء الله يا رب الله يوفقكم في هذه الفعالية. مثل ما ذكرت أستاذة ندى أن هي مخصصة فقط للحضور، مخصص فقط لموظفي هيئة الصحة بدبي. نعم. وهذا شيء يعني نحن وفق الستاندر العالمي بتيدكس. صح صح.
صحيح. لأن عندهم عدد معين من الكراسي اللي لازم يكونون موجودين ضمن هذا، في عندهم شروط واشتراطات معينة لتنظيم هذه الفعالية، ولكن بإمكانكم متابعة كل التفاصيل عبر الوسائل اللي ذكرتها أستاذة ندى، وأيضا هذه دعوة أنكم أنتم تتابعون حسابات تيدكس دي اتش اي، اسمها شي تيدكس دي اتش اي صح؟ 100%. طيب شكرا. دي اتش اي. اوكي شكرا لك يا ندى عبندس استشاري تحول مؤسسي مكتب التحول التنظيمي، نتمنى لكم التوفيق في هذه الفعالية. شكرا جزيلا. ما تحضرين؟ انا بكون متحدثة. عندك سيشن؟ عندي سيشن. منو سوالك واسطة؟ ما حد والله سوالي واسطة، محمود انا سوالك واسطة. صدق؟ سيري محمد الرضا. اوكي بس دكتور مو بواسطة قصدي يعني ترشيح. أيه. محمود يعني قال رش يعني شو رايكم تخلون دكتور ندى يعني تتكلم، فرحت وسويت حضرتي كل المادة مالتك؟ ايه. كل يوم اتدرب عليها كل يوم. لا لا تدربي عليها زيادة لين حزتها، لان بالفعل ان شاء الله تكون يعني كلمة ملهمة. عن شو تقريبا دكتورة بتكلم؟ عن كيف السوشيال ميديا أثرت في الصحة وفي صحة المتعاملين والمرضى، وكيف مفروض تأثر على الطبيب في الوقت الحالي. ممتاز، موضوع قيم، موضوع مهم، ونتمنى لك إن شاء الله موجود؟ بحاول أكون موجود إن شاء الله، لأن هو بيكون تقريبا من الساعة 12 أظني لين 6 صح؟ لا من 9 لين 3 ونص. لا أجلوه أجلوه من 12 أعتقد أو 11 يعني بعد البرنامج، فأمية بالأمية إن شاء الله بحضر المحاضرات كلها، لأن موضوع وايد مهم. وأيضا اللي ما يعرف شو يعني تيدكس ممكن أنه يشوفهم على اليوتيوب يعرف أكثر عن هذا البرنامج، في مواضيع قيمة جدا، في تعرفون مثل كلمات ملهمة بالضبط وقصير 10 دقائق. 10 دقائق تأخذ صح. لك إنه عندك موضوع كامل تطرحه في 10 دقائق. إذا في عندنا مكالمات ميرا خبرينا إذا في مكالمات. أنا أنصح عندنا. أي حد الحين يقعد على اليوتيوب يفتحه، لأنه فعلا الكلام يقولنا جميل. دعوة خاصة لموظفي الهيئة فقط، مع أن الهدف هو المجتمع وشر البلية. ما يا أبو عبد الله ليش زعلان أبو عبد الله؟ يعني شو اللي شر البلية ما يضحك؟ بارك الله فيك. فعالية موجهة لموظفي هيئة الصحة بدبي، الهدف طال عمرك أنك أنت تتابع هذه المواضيع كلها، بيتم نقلها على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. زين، عملية النقد يا جماعة الخير ما تتم بهذا الشكل، بارك الله فيكم. وأكثر من مرة أبو عبد الله افتقدناك وايد يعني برسائلك، لكن لما تطلع لنا برسالة وايد سلبية الواحد يتضايج منها. ناخذ أبو حمد من صباحكم الله بالخير الأخ محمود. يا هلا أبو حمد، تفضل يا سيدي. يا هلا يا هلا. طال عمرك الله يجزيهم الخير هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة على العموم، لكن مثلا بالنسبة للجديد نعم. يعني مثلا قد يكون يدخل تخصص جديد أو كذا نعم. يعني في هناك مثلا يعني نتمنى يعني الإعلام مثلا الجمهور أو أن تكون هناك جهة يعني ممكن الشخص مثلا في حالة مثلا حاجة ما كانت موجودة قبل سنتين نعم. اليوم متوفرة ما شاء الله، كل يوم تطلع لنا هي تصاحب شيء جديد وبخدمة جديدة الله يجزيهم خير. فمثلا التواصل لمعرفة هذا سواء كان عن طريق، إذا أتمنى أن تكون هناك قناة إعلامية ممكن الواحد يعني يتواصل بها، وتكون يعني بحيث أنه لو هناك جديد أو تخصصات جديدة دخلت أو نظام جديد لعلاج بعض الأشياء، بحيث أن الناس يعني تكون على علم بهذا الشيء وتتوجه يعني ما شاء الله خدمات مميزة. صحيح. نتمنى يعني أن تكون هذه النقطة موجودة إن شاء الله. بعدين في طال عمرك في بالنسبة قبل أنتقل للنقطة الثانية أبو حمد إذا تسمح لي، أنت شفت قناة دي اتش اي ميديا تلفزيون قناة هيئة الصحة؟ ليش والله اول مره يعني اتوني اتكلم عنها قبل هذا. نزل الابلكيشن، هو ضمن تقنيات الاي بي تي في الانترنت برودكاستنج تي في اللي هي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو عباره عن تطبيق في قناه تلفزيونيه في بث مباشر، وايضا فيها فيديوهات تحت الطلب لبعض الامور اللي تخص يعني الامراض وكذا. نتمنى الجديد كذلك والجديد بعد عن طريق برنامجنا بعد يعني
قد ما نقدر نحاول نحط كل الأشياء. بس ساعات مثلا واحد عنده فرصة مثلا يكون يلحق على وقتكم، ساعات مثلا مشغول. لا لا تختار، تختار الفيديو بنشوف هذه القناة إن شاء الله. نزله وعطني رأيك فيها. جديد يكون هناك كذلك يعني خدمات الاسمس. أوكي. يعني بحيث إن الإعلان عن هذه القناة إن شاء الله، وإذا في جديد بحيث توصل. طيب النقطة الثانية، طال عمرك اليوم الله يجزيكم خيرا في توسع جغرافي كبير يعني بالنسبة للخدمات الصحية في إمارة دبي وغيرها يعني من حتى على مستوى وزارة الصحة. صحيح. السائل إن فيه ضغط هناك يكون على أقسام الحوادث لحالات بسيطة. نعم. لو كان هناك توزيع جغرافي لبعض العيادات بحيث تكون فيها خدمة الطوارئ، يعني اليوم مثلا في منطقة تكون مثلا يعني أول حاجة مثلا تقضي نسبة كثيرة من المقيمين أو المواطنين، تكون فيها عيادة قصدي خدمة الطوارئ. واضح. الأشياء البسيطة، مغص، حمى، جرح بسيط. واضح. بحيث ما يشكل ضغط على مستشفيات اللي تستقبل حالات يعني الأكثر إحراج وخطورة. واضح. إنزين، وفي نقطة ثالثة بعد تكون موجودة بحيث أنه يعني مثلا اولا تكون قريبه من الاسر، وثانيا تكون الحالات البسيطه ما تضغط. واضح تماما ابو حمد، واضح تماما. في نقطه ثالثه جزاك الله خير. بس على 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 نقطه التوسع الجغرافي الان تبين تكلمين ولا تكلمين؟ لا انت قول محمود. طيب هي عباره عن اكثر من نقطه. النقطه الاولى اولا توجه الحكومه زين نحو يعني الوصول إلى، والحمد لله وصلنا تقريبا إلى الاستثمار في القطاع الصحي ما بين 30% 30% للمستشفيات والعيادات الحكومية و 70% للقطاع الخاص. صح. وهذه فيها توجهات ورؤية مستقبلية لتطوير القطاع الصحي في إمارة دبي، وهذه الحمد لله وصلنا لها. هذا واحد. اثنين، بالنسبة للتوزع الجغرافي هنالك خطط مستمرة كذلك لتغطية جميع مناطق دبي المأهولة بالسكان، وحتى في مناطق غير مأهولة بالسكان هنالك في يعني تواجد لهيئة الصحة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي في عندهم مركزين يعملون على مدار الساعة، واحد اللي هو ند الحمر اللي يخدم هذه المنطقة الجغرافية. صحيح. والثاني البرشة. برشة. وكل العيادات محمود مفتوحة من 7:30 لين 9:30 اللي هي واقعة في النطاق الجغرافي القريب من السكان، تخدم حتى مثل ما أنت ذكرت الحالات اللي تعتبر غير طارئة البسيطة موجودة لين 9:30. بعد 9:30 البرشة موجودة وند الحمر موجود، فهذا هو الغرض أصلا من فتح عيادات 24 ساعة. هذا بالنسبة للحكومة. صح. فما بالك القطاع الخاص، هناك العديد من المستشفيات اللي تم توزيعها على مستوى جغرافي كبير في إمارة دبي أيضا تخدم جميع أو تقدم جميع الخدمات على مدار الساعة تقريبا. بالضبط. على حسب ما يتواجد. فهذه مسألة موجودة وإن شاء الله يا رب يعني تزيد أكثر العيادات والمستشفيات وكذا، وفي خطط في هذا المجال. صح هذا الكلام؟ مرحبا يا أيمن. يعني. إنزين شو عندنا بعد؟ كنت أبغى أتكلم عن شيء نسيت والله. في مكالمة ميرا نسيت. عموما هذه 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 النقطتين بعد. عموما خلينا نقرا هاي الرساله. برنامج وثنائي ممتاز، ارجو شرح عن الفيتامينات وما المناسب على السريع. على السريع الفيتامينات اللي يحتاجها الجسم، الجسم يحتاج لكل الفيتامينات، وهالفيتامينات موجوده في اكلنا اليومي. بس بعض الفيتامينات المهمه دائما، فيتامين د طبعا نعرف عنه يحمي من الكسور، يدخل في بناء العظام، في عمليه الهضم وغيرها. فيتامين الف طبعا مهم جدا لالتهابات الجلد ولمشاكل العيون. الفيتامين ب12 اللي الناس وايد يعرفون الحبه الورديه نيوروبايون، مفيد لمرضى الاعصاب اللي عندهم مشاكل في الاعصاب، مرضى السكر بشكل عام. أخي الكريم، هاتفي من النوع القديم غير الذكي، فكيف أستطيع مشاهدة القناة؟ وشكرا. غير هاتفك يا أبو عبد الله. اشتر هاتفي جديد أبو عبد الله على اليوتيوب، إن شاء الله ممكن نشوفه. من حطه كذلك على الابليكيشن، من حطه كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي عندنا، فكل الأمور إن شاء الله تكون متوفرة. أو شوف حد من ربعك ممكن يكون عنده تليفون جديد، وهذا ممكن من خلال هذا تتابع القنوات كلها. اليوم المساء راح اكون بملعب برشلونه ضد تشيلسي، تابعوني على صفحتي. شكرا لك من تابع التلفزيون. محمود شو قاعد تكتب لها؟ فينا فضول. بعض الرسائل الجانبيه في الاكثار من اكل البيض مفيد للصحه. صح. صباح الخير ندى محمود، شكرا لكم. اذا استمتعنا معاكم اخواني واخواتي، وسامحونا عاده على القصور، سامحونا اذا طلع منا شيء يعني ما كان مقصود، ولكن دائما نحن نقول ان البرنامج لكم واليكم. صحيح. وفي الختام نقول لكم سلام عليكم. زين، وشكرا لك ناصر السليم، شكرا لك يا ميرا.
ميرال الخفريص ما اشوفها طول البرنامج بس نص راسها يبين من وراء الكمبيوتر مشغوله بالمكالمات مسكينه أو ما تسمعني الحين بعد اي والله مشغوله عموما شكرا لك دكتوره ندى المله وهذه تحياتي محدثك محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد ان شاء الله مواضيع جديده ان شاء الله ومختلفه حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.